الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله وحبيبه محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أنه وفقنا لعبادته والقيام بفرائضه في هذا الشهر المبارك، وهذه العشرة الأخيرة من هذا الشهر الكريم الفضيل، فعلينا أن نقدر هذه الأيام حق قدرها، علينا أن نلتمس في هذه الأيام ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالغ في عبادة الله سبحانه وتعالى ويشمر أنساك الجد في هذه الأيام، كما جاء عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزة. فعلينا أيها الإخوة بالتشمير والانكماش والاجتهاد والاستغفار والدعاء والابتهال في هذه الأيام، في هذه اللمحات المباركة، فإنه لو علمنا مغفرة الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام فماذا عسى أن يأتي وقت يغفر فيه لنا. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل لم يغفر له في هذا الشهر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أنبياء الله ولا سيما على أولي العزم من الرسل ولا سيما على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى، الذي قال الله تعالى في شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض عن صحابة نبيك جميعا ولا سيما عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، وعن الستة الباقية من العشرة المبشرة، وعن أصحاب بدر وأهل بيعة الرضوان، وعن أهل بيت نبيك جميعا، وعن كل من اتبع الصحابة بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا يا رب العالمين ووفقنا لما تحب وترضاه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين. عباد الله، لا ينبغي لنا أن نترك عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته بعد مضي شهر رمضان، فإنه قد شوهد في
هذه البلاد أن الناس يودعون الشعر فيودعون القرآن ويودعون الصلوات ويودعون طاعة الرحمن. إننا عباد الله، إننا عباد الرحمن، وعلينا أن نلتزم طاعة الله سبحانه وتعالى وأن نستقيم على الجادة المستقيمة. فإننا نسأل الله سبحانه وتعالى في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، فعلينا أن نلزم الصراط المستقيم. وقد وعد الله سبحانه وتعالى على الاستقامة قائلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر